الجون تاع طوم يقدروش بصراحه. حاجيات نتاع العرس معناتها ماكل فجدا، كانت التكاليف ارخص برشا من توا من 2023، وعرسنا بالموجود وباللي رضينا بالامكانيات الموجوده عندنا. يعمل لازم في لازمك. شنو اسباب التخلي عن فكره العرس؟ اول حاجه الماديات، الدنيا صعبت، لي جون ما عادش خالتين، باعتبار كون معناتها كومون ديريج معناتها الحاجيات نتاع العرس معناتها ماكل فجدا، ما يخلطوش معناتها لي جون بالمصاريف معناتها نتاع العرس امبوسيبل، معناتها يشغلوها هما ديجا اخروا في سن الزواج. معناتها هذا كان مش ثم برشا دي جون مثلا عزفوا على الزواج كومبليتمون. انت متزوجه؟ انا متزوجه نعم. تنجم تحكي لنا شنو هو الفرق بين عرس توا وعرس قبل؟ لا انا عرست اون 2004، انا عرست اون 2004 كانت التكاليف ارخص برشا من توا من 2023، فمتى وعرسنا بالموجود وباللي رضينا بالامكانيات الموجوده عندنا. ما فماش معناه التشاريط قبل؟ اي بلوز او موان، مش حاجات كبيره، فمتى لا ما فماش شروط كبيره، خاطر واحد يعرف البارتنير نتاعو معناتها لي كونسيون نتاعو، فما دونك ما يحاولش باش يكلف اكثر من اللازم، فمتى يعمل لازم في اللازم هكا. وتوا علاش انت بار اكزومبل ما همش واصلين انهم يعرسوا؟ علاش ما همش قادرين بالضبط؟ مش قادرين، انا قلت لك خاطر المتطلبات تاع الزواج غاليه مكلفه جدا. توا باش يعرس يسمو بيت نوم، بيت صاله، بيت فطور، فريجدير، غاز، تلفزه، ثم ضروريات معناتها ضروريات ما نقولوش كماليات، مكلفه جدا معناتها واحد يحب له معاش انا اقل شيء 50 70 80 مليون باش يعرس، ودونك تعرف انت السالير قداش، فمتى معناتها السالير بحسب باش جست باش يعيش بها كهو، مش باش يعمل اسره، مش باش يعمل تكاليف العرس، مكلفه جدا، فمتى ما ينجمش ما يقدرش. لي جون تاع طوم يقدروش بصراحة، لي جون تاع طوم يقدروش بصراحة. حاجيات نتاع العرس معناتها مكلفه جدا، كانت التكاليف أرخص برشا من توا من 2023، وعرسنا بالموجود وباللي رضينا بالإمكانيات الموجودة عندنا. يعمل لازم في لازمك هاو، لي جون تاع طوم يقدروش بصراحة. حاجيات نتاع العرس معناتها مكلفه جدا، كانت التكاليف أرخص برشا من توا من 2023، وعرسنا بالموجود وباللي رضينا بالامكانيات الموجوده عندنا. يعمل لازم في لازمك هاو.